السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى أخبار النشرة الثامنة. قبل تفاصيل إليكم أبرز العناوين: إعادة بعث السد الأخضر بالأغواط، مشروع إيكولوجي اقتصادي يدخل مرحلته الثانية بغراسة الأشجار وتعويض الشتلات الميتة. قرابة 400 فلاح يستفيدون من توسيع زراعة أشجار الزيتون بولاية بشار دعما للمردودية ودفعا للصناعة التحويلية. ومن ولاية سيدي بلعباس استزراع سمك البلطي الأحمر، أسمدة عضوية وثروة سمكية. جهود رفع العراقيل عن الاستثمار تدر نتائج إيجابية في المسيلة. وصناعة الأجبان بالعاصمة علامة موسومة وتواجد في الأسواق الأجنبية. بشكل قاطع ترفض الجزائر ابتزاز المخزن للوكالات الإنسانية والأممية. وفضائح المغرب تتصدر تقارير الدولية وتسجل أرقاما قياسية في الفقر وفي الفساد وسط رفض الأحرار لسياسة بيع الأرض والسيادة. واش حنا شنو حشرات؟ ما لقاناش فين غنمشيو؟ حنا راه ولاد الشعب، حنا مغاربة، حنا مواطنين. في فلسطين المحتلة استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. والجرم الصهيوني الوحشي يبيد يحاصر ويجوع الأبرياء ويقصف النازحين وفرق الإغاثة في قطاع غزة. مرحبا بكم. عام يمضي على إطلاق مشروع بعث السد الأخضر من قبل السيد رئيس الجمهورية بالجلفة كمشروع ضخم يشمل 13 ولاية بأبعاد اقتصادية وإيكولوجية وحتى اجتماعية هامة. ليقف التلفزيون الجزائري اليوم على تقدم المشروع بولاية الأغواط بعد دخوله المرحلة الثانية، وهذا بتأهيل الحزام الأخضر وإعادة غرس الشتلات الميتة لمقاومة المناخ السهبي. التفاصيل مع فؤاد أحماني. الورشات المختلفة والمفتوحة لإعادة تأهيل السد الأخضر بولاية الأغواط وصلت إلى نسبة 91% في مرحلته الأولى، والتي انطلقت سنة 2023، مست أزيد من 450 هكتارا وشملت الغراس الغابية والأشجار المثمرة. سيتم تجسيد برنامج السد الأخضر للموسم الجديد 2024-2025، وهذا انطلاقا من المنطقة. أما فيما يخص الأرقام فالسنة الماضية قمنا بإنجاز حوالي 463 هكتار غراسة غابية، 258 هكتار أحزمة خضراء. أما هذه السنة إن شاء الله حيث استفدنا من التجربة الماضية سنقوم بغراسة 800 هكتار حزام أخضر بالنسبة لغراسة غابية، وحوالي 200 هكتار غراسة أحزمة خضراء. اليوم تم الانطلاق في المرحلة الثانية من المشروع، وهي تعويض الشجيرات الميتة بعد مرور المرحلة الصيفية. إن لاحظنا نجاح معتبر في هذه المشاريع للشجيرات، ونحن الآن في صدد إعادة تشجير الشجرات الميتة. ومن جهة أخرى تقام عملية التشجير بكل الحزام الرابط بين دوائر الولاية المنتدبة آفلو بوتيرة متسارعة تهدف لمنع الكثبان الرملية من تجاوز السلسلة الجبلية للأطلس الصحراوي والأطلس التلي، وتعززها المرحلة الثانية من برنامج 2024. في هذا الصدد هذايا رحنا شفنا وين كاين لي بلونطاسيون دو بوند فيرت ميكست، الغراسة الغابية المتنوعة. واش معناتها متنوعة؟ دونك حنا لحنا اكثر الأشجار المثمرة في هذه المشاريع، باش بار لا سويت إن شاء الله بعد تسليم المشروع من طرف المؤسسة الجهوية الهندسة الريفية نقدروا نسلموه المؤسسات المصغرة اللي هما يقوموا بعملية التكميلة، وهذا باش نبقاو دائما في السياق العام اللي أدرجه رئيس الجمهورية، وين كان وين علاه ما تكونش الغابة نتاعنا
منتجة. هذه العملية التي يولي لها السيد رئيس الجمهورية أهمية بالغة، وسخر جميع الإمكانيات من أجل إعادة بعث هذا المشروع الحيوي الذي تفتخر به الجزائر. نحن الآن هنا بتوجيهات من سيد ولي ولاية الأغواط لحضور عملية مراقبة ومتابعة العمليتين المنجزتين على مستوى بلدية أفلو بمساحة تقدر بأكثر من 120 هكتار عملية الغرس، وهي عملية يعني تمت بنجاح. آلاف الهكتارات صنفت ضمن الخريطة الغابية على امتداد مساحة الغطاء النباتي بولاية الأغواط، ستعرف عملية التأهيل لتحقيق أهداف البرنامج مع وضع سياسة رشيدة لحفر الآبار في كل منطقة لتفادي مشكل سقي هذه الأحزمة الخضراء. مشروع رائد يقضي بغرس مليون هكتار من مختلف أصناف الأشجار لا سيما المثمرة منها. وأشجار الزيتون قيمة بيئية واقتصادية هامة، ما دفع الفلاحين ببشار إلى توسيع زراعتها دعما للمردودية الفلاحية ومنه للصناعة التحويلية. أبو بكر جعطوط. على طول هذه المساحة الخضراء ببلدية الحمر ولاية بشار مستثمرات فلاحية نموذجية في زراعة أشجار الزيتون التي تعرف إنتاجا كبيرا وبكميات معتبرة. المستثمرة نتاعي في 11 هكتار مستغلة في زراعة الزيتون، جوج أنواع، عندي جوج أنواع، سيكواز والشملهل، والدولة راها مدعمانا الحمد لله، دعمها الشعب هذه. توسع المساحات المزروعة تعرفه شعبة الزيتون بفضل آليات الدعم يتوقع من خلالها زيادة في المحصول مقارنة بالسنوات الماضية. عدد الفلاحين حوالي 399 فلاح مستفيد من هذه العملية. هناك مساحة تقدر ب 1300 هكتار، بالإضافة إلى هذه الحصة 550 هكتار. متوقع حوالي 2000 هكتار في يعني السنة أواخر سنة 2025. تسهيلات للفلاحين بالاستثمار في هذه الشعبة الحيوية سيسهم في رفع المنتوج الوطني وتزويد الأسواق بمختلف أنواع الزيتون. ومحصول الزيتون بولاية عين تيموشنت يصفه الفلاحون هذا الموسم بالجيد كما ونوعا بفضل استعمال المواد العضوية لتغذية التربة واعتماد تقنية السقي بالتقطير، وفرة إسقاطاتها حتما إيجابية على إنتاج زيت الزيتون البكر. يقول سفيان مقنين. نضوج حبات الزيتون حجما ولونا في هذه الأشجار يعد من العلامات الكبرى للإيذان بجني المحصول. في هذا الحقل بمنطقة حمام بحجر يعتمد المزارع كاش على مواد عضوية لتغذية التربة وتقنية السقي بالتقطير. احنا الهدف نتاعنا عام السنة وهو الحفاظ على الشجرة الزيتون، خاطر ان شاء الله راك تشوف كما تلاحظ هنا، على كل حال الشجرة راح حاطة شوية قليل لكن زادت العرش تاعه، وهذا العرش هو اللي يحط العام الجاي. احنا عندنا تقريبا 11 ألف هكتار على مستوى الولاية، عندنا كما نقولوا 10,500 هي اللي راها تنتج ان شاء الله، وعندنا الاخرى جاي في ان شاء الله في كما نقولوا غرس جديد. رغم الجفاف احنا رانا محافظين ان شاء الله السنه على الشجره، الهدف نتاعنا باش الشجره ما تضيعش. جني الزيتون يعطي ايضا اشاره الضوء الاخضر للمعاصر المنتشره عبر الولايه لعصر الكميه التي يدفعها الفلاحون وانتاج زيت الزيتون البكر التي يفضلها الكثير من المستهلكين. احنا نستقبلوا الفلاحين دي فوا يجيبوا لنا السلعه تاعهم نعصروها لهم، ودي فوا نشروا عليهم السلعه. والزيتون كاين انواع، كاين الفاردير، كاين الشملال، كاين السيغواز، وكل واحد وش علي خرج من القنطار باش عمل يوطرو في القنطار. ونعصروا كل عام حوالي 4000 قنطار حتى 5000 قنطار نستقبلوها. ولاية عين تيموشنت التي تتميز بطبيعها الفلاحي تسعى عبر جهود الفلاحين والمصالح الفلاحية لتشجيع عمليات زرع أشجار الزيتون وغيرها من باب تنويع المنتجات الفلاحية وعدم الاعتماد على زراعة القمح والحبوب لوحدها. ولأن آليات السقي المدروسة أهم خطوة الاستثمار الفلاحي الناجح، أثمرت تجربة دمج تربية المائيات مع الفلاحة بولاية سيدي بلعباس نتائج إيجابية في الوفرة والنوعية. التفاصيل مع كاميليا حموم.
بهذه المستثمرة الفلاحية التي تتواجد ببلدية زروالة بولاية سيدي بلعباس، استطاع الفلاح أحمد استزراء أكثر من 7000 وحدة من صغار السمك البلطي كمرحلة أولية، واستغلال مياه تربية الأسماك في السقي الفلاحي. المستثمرة تاعي عندي الأحواض، عندي مربي التيلابيا روش، الفضالة تاعو الأسماك نستعملهم لينغري في بلاصة ندير لينغري، ندير لينغري بيوت الفضالة تاعو الأسماك، نديرهم للشجرة تاع الزيتون. هنا عندنا 300 سنة شجرة الزيتون، وعندنا 400 برقوق و 400 لوز، وعندنا الأصناف تاع الزيتون حتى الصغير والكبير. إزراء أسماك المياه العذبة داخل أحواض السقي كمرحلة أولية على مساحة تقدر ب 25 هكتار لسقي مختلف الأشجار المثمرة. هذه العملية التي أعطت نتائج جد إيجابية. إدماج تربية المائيات مع النشاط الفلاحي لها فوائد وأثار إيجابية على الإنتاج والمردود الفلاحي. هذا الحوت عندنا فايدة فيه كبيرة، عندنا نديروه في التسويق كي يكبر فوق 250 غرام سوقوه، وعندنا الفضالة تاعها نحتاجوهم للانجري بيو للشجرة تاعنا، وعندنا نزيدو كي يكسر عندنا الفراخ نزيدو الفلاحة اللي كيما هكذا نزيدو نوعوهم ونزيدو نوروهم للفلاح تاعنا. قمنا هذه السنة ولأول مرة بالولوج إلى تجربة تسمين أسماك المياه العذبة الموجهة للتسويق، وذلك من خلال إدماج نشاطات تربية المائية مع الفلاحة، حيث أنه تقوم الفرقة التقنية لمديرية الصيد البحري وتربية المائية لولاية سيدي بلعباس بالمرافقة التقنية للفلاح من خلال اختيار النوعية الجيدة لصغار الأسماك وكذلك نوعية الأعلاف الموجهة لتسمين الأسماك. انتشار ثقافة الاستثمار في تربية المائيات سيسهم في خلق مشاريع اقتصادية بطاقات إنتاجية كبيرة وتوفير مناصب شغل وكذا الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي. وجميعها نتائج لسياسة دعم ومرافقة تماما كما أتت جهود رفع العراقيل على الاستثمارات أكلها بولاية المسيلة، من بينها مذبح أدواجن الذي يسهم في توفير اللحوم البيضاء بفضل طاقته الإنتاجية العالية. وليد قادري في المتابعة. رأس المال الفعلي في انطلاق هذا المشروع لم يكن المال بل إجراء رفع العراقيل على الاستثمار الذي حرص عليه رئيس الجمهورية، هكذا يقول صاحب المشروع. فهذه المذبحة لم ترى النور إلا نهاية السنة الماضية، رغم أنه شرع في تجسيدها منذ 7 سنوات، ورغم أن ولاية المسيلة تحتاج إلى مثل هذا المشروع بالنظر إلى تزايد الطلب على لحوم الدواجن. احنا من 2017 طحنا في العراقيل حتى نوفمبر 2023 تحصلنا على شهادة استقلال، والحمد لله اليوم كنا في عدد العمال 40، اليوم اصبحنا 80 عامل دائمه و30 مؤقته. راح نقوي انتاجنا ان شاء الله يكون حوالي 200 عامل. تم تسخير كامل يعني تم تسخير كامل الآليات من أجل دخول هذه الوحدة في الإنتاج من خلال تسليمها رخصة نهائية اللي تدخل في إطار الرخص التي تم تسليمها في طرف عقود، اللي بلغت أكثر من 36 رخصة استخدام استثنائية منها 7 نهائية سمحت بتشغيل أكثر من 3307 عامل. بطاقتها الإنتاجية المذبحة تسهم في كسر الندرة في لحوم الدواجن بالولاية وخارجها، ويطمح صاحبها إلى استحداث مشروع آخر يسهم كذلك في استقرار السوق مستقبلا. والحمد لله دروك رانا في بطاقة إنتاجية حتى 5000 6000 حتى 8000 طير في الليلة، في الساعة 1500 في الساعة، ونقدر نذبح حتى 1015 دجاجة في الليلة. كانت المسيلة كانت فيها زوج مذابح، كان نقص دوك المذبح نتاعنا احنا راه ساهم بواحد 60-70% هنا في وليد المسيله. احنا رانا نطالبوا بتوسعه، علاه نطالبوا توسعه؟ نديروا بها غرف التبريد، وغرف التبريد نخزنوا فيها الانتاج تاعنا، وفي الضروره او في الندره نخرجوا الانتاج تاعنا للمواطن بسعر يساعد المواطن.
هذا المشروع هو تكملة لحلقة متكاملة في الإنتاج، بداية من الأعلاف إلى البيض والدجاج والديك الرومي، وتعد استثمارا ناجحا حسب المصالح المحلية. يعتمد صاحبها سياسة خذ وطالب في استثماره، وبين الاثنين تجسيد فعلي للمشاريع وبمواصفات معاصرة مثل هذه المذبحة. وسياسة الدعم واعتماد التقنيات العصرية في الصناعة التحويلية الغذائية أثمرت علامات مسجلة وموسومة باتت حاضرة وبقوة في الأسواق العالمية، على غرار صناعة الأجبان بمختلف أنواعها بالعاصمة، انطلاقا من مواد أولية طازجة. الروبورتاج لملكة خليفة. بهذا المصنع المختص في صناعة الأجبان لا تكاد الماكينات تتوقف، فبنظام المداومة يشتغل هؤلاء العمال 24 ساعة دون توقف. رانا نحاولوا نربحوا الثقة تاع المواطن بالبرودوي تاعنا، رانا نسيو باش نديفلوبو دي روسيت، فهمت، فوندي، فهمت، في الجبن الطري، فهمت، جبن مذوب اصلي. حبينا ندخلوا في جوده عاليه مع ثقافه اخرى في الجبن هذايا. كما يقول لك رانا نجتهدوا، رانا مع بين ستاف كاليتي وستاف تكنيك وستاف الاخر باش نروحوا في مقاييس عالميه ان شاء الله. المنتوج بمختلف الاحجام والانواع يتماشى مع طلبات الزبون ورغباته. La production, on a la préparation fromage, on a le P16, on a le P24, et on a la barre thermique. Bon, généralement, c'est ce qu'on a. Le produit est actuellement en territoire national. La cible, c'est bien qu'on soit dans le marché africain. سربينا ليبيا وراح يكونوا عندنا دوتر كليون كيما لا تونيزي وغيرها. ولوبجيكتيف تاعنا سي بيان نكونوا لي ليدر سور لو مارشي بارابور للكاليتي واللوغو تاع البرودوي تاعنا. ترقية وتشجيع صناعة الأجبان بالجزائر أحد السبل الفعالة للحد من الاستيراد وفاتورته المكلفة. تكريسا للطابع الاجتماعي للدولة خدمة للمواطن، وفي إطار استراتيجية القضاء على سكن الهش، تم بولاية البوليدة ترحيل عدة عائلات كانت تقطن 84 مسكنا قصديريا. عمليات الترحيل بالولاية مكنت من استرجاع وعاء عقاري يمتد على مسافة 6 هكتارات لاستغلاله في إنجاز مشاريع خدماتية أخرى. عبد الجبار بن يحيى. جرافة بلدية بوفاريك تقوم بتهدم هذه البنايات التي تم إنجازها فوق عقارات تابعة لأملاك الدولة، وعبر عمليات متتابعة ومتفرقة تم استرجاع حوالي 6 هكتارات من العقار في ولاية البليدة لحد الآن. اليوم عندنا 84 مسكن في عدة مناطق، منهم هذا السيت اللي رانا فيه، رقم هذا سيت صومام، حي صومام، حوالي 37 مسكن اللي تم هدم وتم ترحيل الناس هذو اللي كانوا ساكنين هنا بور ريكوبيراسيون للتيران. بطبيعة الحال للتيران، لا توتاليتي تاع للتيران، لا سيرفاس توتال اللي ربحناها في كل العمليات، في كل العمليات حوالي 6 هكتارات. هذا الحي السكني الجديد من بين الأحياء التي تم به إعادة إسكان العائلات من بلديات بوفاريك، الصومعة، وقرواو. بس جودنا شوية مزيرية شوية كذا، بس الحمد لله يا ربي أعطونا سكنة ومقية والحمد لله يا ربي. ياسر راني فرحان، ما الفرحان راني نبكي. كثر خير الدولة كي ما نساتناش، شافت بينا في هذا اليوم والحمد لله. الحمد لله رحلونا، كنا مغبونين، كنا في الضيق، كنا في الميزان، الحمد لله كرمنا الله يبارك. فرحنا كاع، فرحنا معاهم ومع كاع اللي ما عندوش، وكثر خير الرايس تبون. تسير العملية وفق برنامج لإعادة الإسكان واستغلال للأوعية العقارية لإنجاز مرافق ومشآت عمومية خدمة للمواطن.
وعلى درب التنمية تتضافر جهود الفاعلين لتقوية البنى التحتية. ومن المشاريع البارزة في العاصمة ازدواجية الطريق الوطني رقم 63 الرابط بين بئر خدم وسحولة، مشروع متكامل يسهم في تخفيف الازدحام المروري وتفعيل الحركية التجارية. مريم بن عبد الرحمن في المتابعة. المار من هذا الطريق الرابط بين بئر خادم وسحولة يعلم جيدا مدى الاختناق المروري الذي يشهده خاصة في أوقات الذروة. مشروع ازدواجية الطريق من شأنه تخفيف الضغط المروري وتسهيل تنقل المواطنين بكل أريحية. يخفف الضغط كبير باينه، يسمى العرض اللي ديري 20 مينيت بار اكزومبل تلحقي المرسم تاعك تولي ديري 5 مينيت. حاجه مليحه للمواطنين، تنقص لهم كومبرومون، وان شاء الله مع البروجي اللي يديروه ان شاء الله تنجح. مشروع محول بئر خادم سحولة مع تهيئه المداخل عباره عن انجاز جسرين فوق الطريق الوطني رقم 1، فوق هذين الجسرين رايحين ننجزوا محور دوران اللي راح يسمح بتنقل المركبات في كل اتجاهات نحو بئر خادم سحولة ونحو الطريق الوطني رقم 1. بالاضافه الى هذا المحول عندنا ازدواجية الطريق الوطني رقم 63 اون دو فوا دو فوا ابتداء من المحول الى غايه وسط مدينه سحولة. وايضا ضمن هذا المشروع عندنا انجاز 3 باركينغ اون سيرفاس اللي رايحين يقضوا على التوقف العشوائي للسيارات. عمال ومهندسون في مختلف التخصصات يسعون لاتمام انجاز هذا المشروع وتسليمه في اجاله المحدده. هذا المشروع يعرف التقدم جد ملحوظ، هذا حيث نسبة الأشغال تقريبا 50%، راح يتسلم في نهاية الثلاثي الأول 2025 أو بداية الثلاثي الثاني 2025. هذا المشروع يمتد على تقريبا كيلومترين و700 متر، يضم جسرين مع ازدواجية الطريق الوطني رقم 63، راح تشكل حلقة لفك الاختناق على الجهة بئر خادم سحولة وضرارية وباب حسن. مشاريع قاعدية وشبكة طرقات عصرية من شأنها تعزيز البنى التحتية للعاصمة وإحداث انسيابية مرورية وحركية اقتصادية نشطة. من جميع المنابر المتاحة تواصل الجزائر المرافعة من أجل نصرة القضيتين الفلسطينية والصحراوية، حيث أكد اليوم رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي خلال مشاركته ممثلا للجزائر في أشغال الدورة 49 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف السويسرية. أكد أن القضية الفلسطينية والعدوان الصهيوني على غزة ولبنان حظيا بالحيز الأكبر من انشغالات الجزائر. دعونا لوقف إطلاق النار وإلزام الكيان الصهيوني بقرارات الشرعية الدولية إيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية حسب ما ولجوهر النزاع حسب ما جاء في القرارات الأممية. كذلك رفعنا لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير طبقا لقرارات الأمم المتحدة. كذلك عقدنا على هامش الجمعية العامة مؤتمرا استثنائيا للاتحاد البرلماني العربي، وكل ذلك من أجل بلورة موقف موحد إزاء الوضع في فلسطين. رفض ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف رشيد لدهان بشكل قاطع وواضح الابتزاز الذي يمارسه المغرب ضد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وباقي الوكالات الإنسانية، منددا بالحجج الواهية التي لا أساس لها والتي يتذرع بها هذا البلد ليعرقل عمل هذه الهيئة الأممية. وأكد بلدهان خلال التصويت على ميزانية هذه الوكالة الأممية لسنة 2025 بأن المغرب يستمر في استخدام حجج واهية غير مؤسسة بهدف عرقلة عمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وخاصة اتهام الجزائر التي لا هم لها سوى دعم الشرعية الدولية واستقبال لاجئين فارين من الموت والاضطهاد، مشددا على رفض الجزائر وبشكل قاطع وواضح لا لبس فيه الابتزاز الذي يمارسه المغرب ضد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالات الإنسانية الأخرى، لا سيما برنامج الأغذية العالمي.
والفساد المستشري في دهاليز المخزن ظاهرة باتت تنخر كل القطاعات بتورط السياسيين وأصحاب المال والنفوذ. تقف فيها الرشوة والاستغلال ونهب الثروات في مقدمة الممارسات غير القانونية التي تعمق من معاناة الشعب المغربي المغلوب على أمره. اسمها سلطان. بأساليب الرعاية النخبوي وبمناورات مكشوفة اعتاد المخزن المغربي ممارسة أقبح صنوف الفساد، إذ لم يبقى قطاع في البلد إلا وطالته أذرع الفسدة والمفسدين. مراوغات أغرقت المخزن في أوحال العبث بمقدرات الشعب، مهد لكل ذلك إفلات مجرمي المال المشبوه من العقاب. واقع أسال الكثير من الحبر على صفحات تقارير الهيئات العالمية، تقارير كان آخرها تحذير أطلقته منظمة الشفافية الدولية في مؤشر مدركات الفساد من رشوة نسقية ومعممة، كلها باتت بحسب التقارير تلك تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المغرب وتشجع وضعيات الريع وحماية الأنشطة غير المشروعة، واضعة المملكة في المراتب الأولى في الفساد في تصنيفها السنوي لمؤشر الفساد في العالم. التقرير تزامن مع اعتقال سياسيين بارزين على ذمة التحقيق في قضية تهريب دولي للمخدرات هزت الرأي العام. وأمام استمرار النظام المخزني في احتكار الثروة والممارسات العقابية التي تستهدف فاضحي النظام الفاسد، لا تزال زوبعة الفساد تعصف بالأحزاب السياسية التي تنشط بها قيادات بارزة غارقة في الفساد والرشوة والنهب والثراء غير القانوني، في حين يتخبط الشعب المغربي في الفقر والجوع. إلا أن الثقافة السياسية المخزنية تتسامح مع الفساد، بل وتعتبره جزءا لا يتجزأ من النظام، كيف لا وهي التي استباحت توغل الفساد إلى النظام القضائي، ما ساعد على تملص المسؤولين الفاسدين من العدالة، خاصة في ظل سحب الحكومة اقتراحات قانون جنائي لتجريم الإثراء غير المشروع بسبب وجود نخبة سياسية حولت إسقاط الفساد إلى معركة أخذ حقها من الفساد، حتى وإن كلف ذلك البلاد عبئا اقتصاديا يصل لحوالي 50 مليار درهم سنويا. بل الأدهى سحب ترخيص البنك الشعبي المغربي في 3 دول أوروبية وإغراقه بغرامة مالية كبيرة بحوالي 130 مليون يورو بسبب شبهات الفساد وتورط عتات المخازنية في غسل الأموال. أنماط معروفة من الفساد وغيرها ينتهج فيها المخزن الأذان الصماء، بل ويتماهى مع مصالحه الشخصية الضيقة، فلم يعد يتوانى عملاء المخزن في طلب المزيد من الرشاوي للتعامل وتقديم تصريح وتراخيص وممرات ضرائبية في قطاع المقاولات الذي يعد الفساد فيه ثاني أكبر عائق حسب البنك الدولي. تبعات يدفع ثمنها الشعب المغربي الذي يعيش وسط سخط اجتماعي يغذيه ارتفاع الأسعار والتضخم الاقتصادي والبطالة المتفشية. وضع بات قاتما في ظل وجود مخزن يعتبر الفساد قوتا لدبلوماسيته ويقوض المبادئ بالمصالح. فساد اقتصادي ومالي يزيد من تفاقم الوضع الاجتماعي المتردي أصلا، والذي تسجل فيه مؤشرات الفقر المدقع مستويات قياسية في ظل توسع دائرة الهشاشة والإقصاء والفشل الذريع للسياسات الاقتصادية للمخزن القائمة على الرشوة والريع وتعميق الفوارق الاجتماعية. المزيد في سياق هذا التقرير لخليد حاج جلالي. هدموا لنا كل شيء، ما بقى عندنا والو. دابا ساعه القيد تيجي عندنا تيقول لنا من هنا للوحده ما نلقاكمش، من هنا للوحده ما يلقى. دابا 12 ونص نص ساعه ما يلقاناش، واش حنا شنو حشرات؟ ما يلقاناش، فين غنمشيو؟ انت ريبتي لي دارنا، ريبتي لي كل شيء، فين غنمشي يا خويا انا؟ حاله انسداد اجتماعي تحت رعب الهدم والتشريد تعيش ساكنه احياء المدينه القديمه بالدار البيضاء. اتفقوا الأحياء الشعبية كاملين دور الصافيح، دوار الواسطي، ماشي دوار الواسطي، حي حمان في طواكي، دوار حسيبو، الريكي، سيدي عبد الله بن الحاج، أننا غننظموا إن شاء الله الرحمن الرحيم نهار الجمعة مع الفجر هجرة إنسانية أي بلاصة، ماشي أسباليون، كونغو، طوغو، أي بلاد، غنمشيو لها نخويوها هاد البلاد هاد، وما نبقاوش في هاد البلاد هاد بلاد الحكرة. وضعية صعبة يعيشها ضحايا مشروع المحج الملكي بجوار أنقاض بيوتهم
التي طالتها الجرافات أمام أعينهم. المشروع المحج الملكي راه فعلا كثير عشوائي. انتم دابا مباشرة من أمام المنزل ديالنا اللي تم الهدم دياله بطريقة عشوائية بدون ناج أي مسارة. مهم احنا أنسلكوا داكشي القانوني ديالنا اللي كنقدروا عليه. صورنا الدار كتهدم وصافي. وهذا الشيء كيؤسف له، والسلطة غيبة وكيتعاملوا مع الناس كأنهم لا شيء. احنا دابا ما حيلتنا أننا وجهنا أمرنا الله، جمع حوايجك خرج على برا، جمع حوايجك وما تعطلش، وإلا تعطلتي غتريب عليك الدار. أنا بيتها هنا في الزنقة وهم الدار قال لك غادي نريبوها، أنا كنتظر الفرج من عند الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. بغاو يقتلونا حنايا، حنا بقينا فاهمين واش حنا كنشوفوها في التلفاز الدريابو، وعباد الله كتاكل في العصاق، وعباد الله كيشتفوا عليهم، تخيل معايا التمريات كاش بان لك أمك تاكل في التصرفيق، أمك تيدفعوا فيها. شوما اختي هاد الشيء حشومة، شنو بغاو عباد الله يمشيو يشفروا؟ هاد الحانوت راه هز عائلات، هاد الحانوت راه حرام عليهم هاد الشيء. يمشيو يهضروا على هذا الشيء اللي غالي، يهضروا على الاسعار، يهضروا على هذا الشيء، ماشي يجوا للحوانت وبالليل. عيب، اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم كاملين. يقضي العديد من السكان ليلهم في العراء بعد تشريدهم من مساكنهم مع انطلاق موسم دراسي حرم منه اطفال المغرب. انا يلا طالع السين كيف، انا علاش حبسوني من القرايه؟ علاش شو مالي؟ علاش اش درب؟ اش من درب وين؟ اش من درب؟ يريبوكم دواركم قريب. قال لي في المدرسه كيقول سير فوق مشكل مع المدرسه مع دواركم. كيحبسونا من الباب، من الباب المدرسه دابا خاويه واحد ما كيقرا. الناس اللي كتقرانا الوليدات راه خصهم يبرمجوا لهم فين يقراو. الناس اللي غادي يتحولوا في واحد بنخلف او النسيم يبرمجوا مع الاكاديمي فين يمشيو الوليدات ديالهم يتحولوا لتما. وفيما تواصل الجرافات عمليه الهدم، يزداد الغليان الشعبي لانعدام حلول تطبيقيه لمشروع المحج الملكي الذي شرد الساكنه التي تعيش تحت وطأة الفقر وغلاء المعيشه ناقمه على ما آلت اليه أوضاع الشعب المغربي. احنا راه ماشي أجانب، احنا راه ماشي مستعمرين ومعمرين، احنا راه ولاد الشعب، احنا مغاربة، احنا مواطنين. احنا كنا من طنجة إلى الكوارع احنا كنا مغاربة، ولكن خصنا يعطيونا قانون ديالنا، عطيونا الحق ديالنا. احنا كنطالبوا بالحق ديالنا، ما كنطالبوش حاجة أكثر من الحق ديالنا، احنا بغينا نعيشوا. إلا كان بحال هكا اللهم يحفوا لنا قبور ويدفنونا، اقتلونا. في تطورات حرب الإبادة الصهيونية المستمرة على قطاع غزة، وإثر معركة ضارية ضد قوات الاحتلال الصهيوني بمدينة رفح، استشهد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، وبذلك فض أبو إبراهيم اشتباكه مع أكتوبر ميلادا وحرية وطوفانا، ليلتحق بركب رفاقه الشهداء من قيادات المقاومة الفلسطينية الذين ارتقوا منذ اندلاع الانتفاضة وصولا إلى معركة طوفان الأقصى، في وقت يتواصل فيه الإجرام الصهيوني بمجازر وحشية بحق المدنيين. مراسل التلفزيون الجزائري من غزة وسام أبو زيد. لليوم الرابع عشر على التوالي واصلت الفرق الطبية الفلسطينية والدفاع المدني انتشالها لعشرات الشهداء والمصابين من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والذي وسع فيه جيش الاحتلال من عملياته العسكرية وزاد من ارتكابه للمجازر بحق النازحين، ليصل إلى المستشفيات الساعات الأخيرة أكثر من 60 شهيدا و300 مصاب من كافة محافظات القطاع. نحن من هذا المكان نناشد العالم ونناشد منظمة الصحة العالمية بضرورة التدخل العاجل لإدخال المساعدات وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين في ظل ارتفاع وتيرة الإصابات التي تفوق قدرتنا الاستيعابية. هناك تكدس لأعداد المصابين والجرحى في داخل مستشفى كمال عدوان. وفي مخيم جباليا رصدت عدسة التلفزيون الجزائري أحوال آلاف العائلات النازحة محاصرين داخل مدرسة تابعة للأونروا منذ أسبوعين، ويعيشون في ظروف إنسانية سيئة وهم في حالة ترقب وخوف من ارتكاب الاحتلال لمجزرة جديدة. بنعاني بس مش من الحصار، كمان من الجوع، يعني حاصرين في الجوع، حاصرين في الأكل، حاصرين في المياه، حاصرين في الخدمات الطبية، خدمات طبية كمان مش موجودة عندنا.
بالعكس عندنا المصابين الشهداء مرمين في الشوارع، فيش سيارات إسعاف أو خدمات طبية اللي تقدر تقيم الشهداء. يأتي ذلك في وقت عم فيه الحزن على الشارع الفلسطيني بعد إعلان حركة حماس رسميا عن استشهاد رئيس مكتبها السياسي يحيى سنوار في اشتباك مسلح مع قوة من جيش الاحتلال بمدينة رفح جنوبي القطاع. رغم ذلك إلا أن عمليات المقاومة ما زالت مستمرة ولم تثني المقاومين عن مواصلة العمليات النوعية. اغتيال يحيى السنوار هو مش أول قائد ولا آخر قائد، قدمت حماس، قدمت القسام قيادات كثيرة غير يحيى السنوار. يحيى السنوار مش أول واحد ولا آخر واحد. ظهر أنه قاتل على الجبهة، يعني قاتل الوجه لوجه مقبلا غير مدبر، وفي النهاية استشهد ويخلف ألف قائد يعني. ورغم المذابح والمجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين إلا أنهم يؤمنون بأنهم مشاريع شهادة، ويؤمنون بأن مسيرة التحرر من نير الاحتلال بحاجة إلى الكثير من التضحيات. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. إلى ذلك، شنت الطائرات الحربية الصهيونية سلسلة غارات جوية مكثفة وقصفا مدفعيا على عدة بلدات وقرى جنوبي وشرقي لبنان بوتيرة غير مسبوقة، ارتقى على إثرها قرابة 30 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية، فيما أصيب العشرة بجروح، لترتفع بذلك الحصيلة منذ بدء العدوان إلى 2412 شهيدا و11 ألفا و 267 جريحا حسب آخر تحديث لوزارة الصحة اللبنانية. إلى أخبار الرياضة الآن ومباريات الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة لكرة القدم، حيث اعتلت مولودية الجزائر صدارة الترتيب بعد فوزها على مضيفها اتحاد خرشلة بهدف دون رد بعد تعادل أولمبي أقبو أمام أولمبي شلف سلبان دون أهداف، فيما تغلب وفاق سطيف على ضيفه ترجي مستغانم بهدف دون مقابل. وتلعب في هذه الأثناء بملعب الخامس جويليا الأولمبي مباراة الديربي العاصمي بين اتحاد الجزائر وشباب الوزداد، على أن تستكمل بقية المباريات غدا السبت. الكرة محسنين بوسيديو، تدخل من سليماني، ما فيش خطأ يقول الحكم، يتواصل اللاعب مزيان في أول كرة، يرفع راسه يغير تماما نحو مايو، دخل قبل قليل رقم 9 يجيه بن عيادة، الثلاثي اللي دخل قبل قليل يلمس أول كراته بالقدم اليسرى، وحسن أي وصلت في ببضع ثواني متأخر هذه الكرة، بلغيت بالقدم اليمنى يمر، لا ما معلش. لنختم ثمنة اليوم بنكهة ثقافية، فعلى هامش الأيام الإبداعية الإفريقية المنظمة بقصر المعارض الصنوبر البحري، تبرز البصمة الإبداعية الإفريقية من خلال الحضور النوعي لمصممي الأزياء الأفارقة في لقاء يهدف إلى تعزيز التعاون بين المبدعين في المجال وبحث فرص تسويق منتوجاتهم داخل القارة الإفريقية وخارجها. وإبدا تاني، هنا يجتمع كبار مصممي الأزياء بالقارة الإفريقية لعرض منتوجاتهم والتعريف بإبداعاتهم، لقاء يتيح لهؤلاء المبدعين الأفارقة قنوات التعامل والتعاون فيما بينهم. ومتشرفين أن نكون معكم هنا في الجزائر العاصمة للتعرف أولا على كل مصممي الأزياء الأفارقة اللي تم استدعائهم هنا، وهم جايين من بلدان مختلفة، احنا جايين من تونس. احنا النهاردة في الجزائر ومتوقعين نفس الحاجة، ان احنا نقدر نشوف الجزائر ممكن يتقدم لنا ايه من قماش، من أسواق نقدر نشارك فيها أو نبيع فيها، السوق الجزائري يقدر يستحمل ايه من المبدعين الأفريقيين،
وغير كده كمان هم بيجيبوا لنا زي ناس بتشتري المنتج بتاعنا وتحطه في أوروبا، في فرنسا، في أمريكا، في اليابان، في كذا بلد تانية. لدينا محترفون في الموضة، البائعون والمشترون. إنها صناعة الموضة للولوج إلى السوق، سواء فيما يخص الأزياء أو الصناعة التقليدية. التظاهرة عرفت مشاركة واسعة للحرفيين من القارة الإفريقية ومن الجزائر. شاركنا بمنتوج صناعة النحاس اللي معروف منذ قدم على مستوى الولايات ورفع العريق مثل ولاية قسنطينة، إضافة إلى حلوة الجوزية القسنطينية، وإلى جانب ثاني مشاركة جنا خاص بالقندورة القسنطينية. نعمل حلي، المادة الأولية اللي نستعملها فيها هي الأحجار الطبيعية الكريمة والشبه الكريمة. أصنع الحلوى بمواد طبيعية كالكاكاو وجوز الهند وغيره. وهذه قطعة حلوى غنية بالمكسرات. ويعلق المشاركون في هذه التظاهرة آمالا كبيرة للترويج لمنتوجاتهم واقتحام السوق. بهذا التقارب والمزيج الإفريقي نأتي إلى ختام ثمينة اليوم، وهذا تذكير بأبرز العناوين: إعادة بعث ياسد الأخضر بالأغواط، مشروع إيكولوجي اقتصادي يدخل مرحلته الثانية بغراسة الأشجار وتعويض الشتلات الميتة. قرابة 400 فلاح يستفيدون من توسيع زراعة أشجار الزيتون بولاية بشار، دعما للمردودية ودفعا للصناعة التحويلية. ومن ولاية سيدي بالعباس، استزراع سمك البلطي الأحمر أسمدة عضوية وثروة سمكية. جهود رفع العراقيل على الاستثمار تدر نتائج إيجابية في المسيلة. وصناعة الأجبان بالعاصمة علامة موسومة وتواجد في الأسواق الأجنبية. بشكل قاطع ترفض الجزائر ابتزاز المخزن للوكالات الإنسانية والأممية. وفضائح المغرب تتصدر التقارير الدولية وتسجل أرقاما قياسية في الفقر وفي الفساد. وسط رفض الأحرار لسياسة بيع الأرض وسيادة. واش حنا شنو حشرات؟ ما لقاناش فين غنمشيو؟ حنا راه ولاد الشعب، حنا مغاربة، حنا مواطنين. في فلسطين المحتلة استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. والجرم الصهيوني الوحشي يبيد، يحاصر ويجوع الأبرياء ويقصف النازحين وفرق الإغاثة في قطاع غزة. نحن في الختام نشكر لكم كرم المتابعة وطيب الوفاء. موعدنا يتجدد بكم غدا. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.